نستكمل اخبارنا ونروح لاخبار التنس. البطله المصريه ميار شريف لاعبه التنس واللي متاهله لاولمبيكس طوكيو حققت الفوز على المصنفه رقم 151 عالميا الايطاليه جوليا جاتو 2-0 في بطوله براغ الدوليه للتنس. ميار شريف تاهلت للدور الثاني لبطوله براغ الدوليه وهتواجه النرويجيه اليركي كيري المصنفه 249 عالميا. ميار شريف بعد ازمه كورونا كانت حريصه ان هي تكون بتشارك في البطولات الدوليه علشان تستعد الأولمبيكس طوكيو وكمان تحافظ على تصنيفها العالمي، وده أكيد مهم جدا ليها علشان قرعة البطولات. الحقيقة ميار شريف، محمد صفوت، كريم مأمون، يعني التلاتة بيقدموا نموذج محترم جدا للعيبة اللي عندهم طموح في لعبة بتعتبر من الألعاب الصعبة جدا على المستوى العالمي وتواجدنا فيها متراجع، فبنشكرهم أكيد شكرا جزيلا وبإذن الله يكونوا موفقين. لسه معانا أكيد أخبار كتير ولكن نستكملها بعد هذا الفاصل. مشاهدينا خليكم معانا.